لماذا لا يخرج من ساحة التداول الإعلامي والسياسي بما لا يوتر الأجواء داخل البلد ويطرح فقط على طاولة الحوار؟ ردكم إذا سمحت. أولا يعني طرح أي موضوع ما لازم يوتر الأجواء داخل البلد. لماذا طرح موضوع سلاح حزب الله يجب أن يوتر الأجواء داخل البلد؟ لا يجب أن يوتر الأجواء. لكل طرف سياسي الحق في طرح أي موضوع يراه مناسبا. من جهة أخرى أنا بقول لك بكل صراحة أستاذ غسان، عندي خوف كبير من أحداث كبيرة عم تصير، وبدنا نضل نجرب نحن كقوة لبنانية حتى آخر لحظة أن نحاول أن نجنب لبنان هذه الأحداث، لأنه لا قضية لبنانية مباشرة تستدعي أحداث بهذا الحجم. يعني الشعب اللبناني ما عليه أن يدفع الثمن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وخمستاعش. بعدنا سنة 2006 طالعين من حرب تدميرية على لبنان، ما بدي أرجع لها، بس نرجع ندخل الشعب اللبناني لقضية ما له علاقة فيها الشعب اللبناني لا من قريب ولا من بعيد بحرب تدميرية أخرى إلى علاقة بموقع إيران استراتيجي في المنطقة، نعم، أو بالسلاح النووي الإيراني أو بأي أمر آخر مشابه، وهذا أمر لا يجوز. من هذا المنطلق عم نطرح موضوع السلاح، مش نعم. إنه تعبانين فيه حاملين على ظهرنا، نعم. لا، من منطلق إنه ما يمكن أن يستجروا على لبنان. نحن دائما نهتم بتقديرك المستقبلي دكتور جعجع. الآن تقول شيئا مهما والحقيقة خطير، والخطير ليس بالمعنى الخطر، خطير بمعنى الأهمية، أنك تتوقع أو تخشى من توتر عسكري جدي في هذه المنطقة بما فيها داخل لبنان. هذا التقدير الذي أكدته الآن، نعم، هذا التقدير الذي أكدته الآن، هل يمكن أيضا أن يلامس تفجيرا داخليا، اغتيالات، توتر أمني، أم تعتقد بأن الوضع الهادئ في ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، بل هي حكومة الوفاق الوطني ليس ما يسمى، يحمي لبنان من هذه التفجيرات والتوترات الداخلية الأمنية؟ صراحة أن لا أتوقع تفجيرات داخلية، يعني حتى الساعة لا أرى ولا ألمس ولا ليس لدي أي مؤشرات تدل على أن هناك يعني تفجيرات أمنية داخلية بالأفق. بينما ما يتعلق بالتفجير الخارجي لا، في عدة مؤشرات بتدل على أنه نسير قدما باتجاه تفجيرات إقليمية متواصلة. هناك من اعتبر أنه في نهاية عام، في ختام عام 2009، حدث الأحداث في لبنان، زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الشيخ سعد الدين الحريري إلى دمشق ومصافحته التاريخية للدكتور بشار الأسد الرئيس السوري، هل إن ما حصل في دمشق هو أمر طبيعي في المسار السياسي لقوى 14 أذار؟ بالنسبة لي نعم. خلينا نتذكر أن الرئيس السنيورة بس نال الثقة بحكومته بأول حكومة شكلها سنة 2005 كمان نفس الشيء. هناك فرق، قد تعلم جيد هناك فرق كبير. نحن نتحدث عن رئيس حكومة اسمه فؤاد السنورة أو غيره، نحن نتحدث عن سعد الدين الحريري بقطع نظره كان رئيس حكومة، صحيح هو زار دمشق بصفته رئيس الحكومة، لكن هذا سعد رفيق الحريري الذي يوصف بأنه، مع احترامي لك وللإخوان جميعا بطبيعة الحال، أنه كان زعيم 14 أذار والزعيم كل ما حصل، هو أبو الدم. أن تجده في دمشق، إذا كان الدكتور جعجع يقول لي أنه هذا أمر طبيعي للمسار السياسي ل14 أذار، فنعتبره تصريحا وموقفا جديدا وهاما بالشكل، يعني بالمضمون اللي صار فيه وبالخطوات يلي عم تلحق هالحدث. نعم أعتبره حدث مثل الحدث اللي صار وقت زيارة الرئيس سنيورة إلى دمشق. لو سعد الدين رفيق الحريري راح إلى دمشق بدون ما يكون رئيس حكومة، كنت بقول لك صحيح، بيكون ذهاب سياسي حزبي، لكن محدود. حتى ذهابه هو يعتبر ذهاب سياسي في نهاية الأمر، حتى لو كان رئيس حكومة من موقعه كان يمكن أن يؤجل سنة أو سنتين، لكن أنت تعلم جيدا زيارته أتت في إطار كامل، يعني الرجل صحيح. ذهب بمفرده، لم تكن هناك معه وزراء، لم يكن هناك جدول أعمال، صحيح. هي زيارة مصالحة بكل ما للكلمة معنا. لا أوافق الرأي، أنا ماني من رأيك، يعني كانت زيارة له كرئيس حكومة، بتعرف على الطريقة العربية يعني ما في وفود على الطريقة الأجنبية، انه بيروح وفود، بيروحوا يعني أشخاص بيلتقوا مع بعضهم، ويمكن هيدي يعني بهالطريقة هيدي أخذ الحظ الأكبر انه يصير في فكفكة للمشاكل العالقة بين لبنان وسوريا، يصير في محاولة تطبيع لهالعلاقات هيدي، وعم جرب يبلش بهالمسار. وبكافة الأحوال امبارح بالذات مثلا بنشوف انه بمكتب رئيس الحكومة سعد الحريري عقد اجتماعين لهم علاقة بهذه الزيارة. جميل. أول اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وثاني اجتماع للجنة المفقودين والمعتقلين في السجون السورية.
أنا برأيي هذا معبر أكثر بكثير من الزيارة بحد ذاته. لو كان الدكتور سمير جعجع وزيرا في هذه الحكومة، بعيد الشرك إذا أردت، لو كان الدكتور سمير جعجع وزيرا في هذه الحكومة لكان المسار ذاته يمكن أن نجدك في دمشق بشكل طبيعي كوزير. لو كنت وزيرا في هذه الحكومة وصفتي كوزير اقتضت ذلك، نعم. يعني ماذا؟ أنا على طول. نعم ماذا عفوا؟ إيه نعم. نعم ماذا؟ قلها بلسانك. إيه نعم. يعني بروح نعم بنفس مبادئي وبنفس قناعاتي وبنفس طروحاتي وبنفس قناعاتي وبتعاطى من دولة إلى دولة. نحن أصلا يعني هون في خطأ بالتصور، نحن أصلا منا هيك يعني ضد أي شيء بسوريا. وكيف ما كان وكل الوقت اللي كان وبالرغم من كل شيء، لا غير صحيح. نحن في مشكلات عالقة بين لبنان وسوريا، أي جهد لحل هالمشكلات نحن معه. هناك حديث دكتور جعجع نود أن نتأكد منه بلسانك إذا سمحت. هناك حديث عن ترتيب لما يسمى الآن بكتلة مسيحية من قوى 14 أذار، مسيحو 14 أذار سيجتمعون في بداية العام الجديد ضمن تشكيل جديد. هل ما يتردد الآن في الإعلام دقيق؟ مش دقيق تماما. اللي عم بصير هو انه ب 14 اذار يعني نحن بمرحله جديده، وبالتالي تقتضي هذه المرحله طريقه مواجهه جديده. في عده مواقع بالوقت الحاضر داخل 14 اذار كلها سوا مع بعضها بتشكل 14 اذار. مثلا القوات اللبنانيه موقع داخل 14 اذار، تيار المستقبل موقع، طبعا في الامانه العامه اللي 14 اذار يعني اللي رح تبقى مستمره بشكل دائم وكافي عظيم. هلا في ضروره بالوقت الحاضر نحن الى موقع اضافي يضاف الى مجموعه المواقع الموجوده داخل 14 اذار، وهنا يتم البحث في هذا الموقع الجديد الذي يجب ان يضاف. تقرر الامر؟ بعد لم يتقرر. قيد التداول. الرئيس نبيه بري اليوم تحديدا يقول دكتور جعجع فيما يتعلق بالطائفيه، الغاء الطائفيه السياسيه، هناك من يزايد ويستمر بالعزف على هذا الوتر ويطرح تساؤلات وغير ذلك، ومنهم من يقول إننا بكرنا، أعتقد أن 80 سنة كافية حول تشكيل الهيئة لإعداد إلغاء الطائفية السياسية. أنا سأطرح هيئة الإعداد إلغاء الطائفية، ومن لا يريد إلغاءها فليقل صراحة إنه متمسك بالطائفية السياسية ولا يريد إلغاءها، وعندئذ يبنى على شيء مقتضاه. لا بدي يسمح لنا الرئيس بري. ما في حط يعني هو كل الناس بموقع الاتهام، هي من جهة، من جهة تانية المولج بتشكيل الهيئة أو بطرح تشكيل الهيئة لإعداد إلغاء الطائفية السياسية هو رئيس الجمهورية مش رئيس المجلس النيابي. من جهة ثالثة أنا بجاوب بكل بساطة، ما يزيد علينا بموضوع إلغاء الطائفية السياسية. أنا رأيي سبقنا نحن وشكلنا هيئة وطنية للإعداد لإلغاء الطائفية السياسية، وهالهيئة اسمها 14 أذار، يعني هي هيئة فعلية. لأنه إلغاء الطائفية السياسية لا يتم عن طريق المناورة أو الضغط أو الإكراه أو من قبيل المزايدة أو لعبة سياسية تكتية من قبل فريق من الأطراف. يعني بل يتم بحركة طائفة سياسية باعتبارها تشكيلة متنوعة من مختلف الطوائف والأطراف. بالضبط. هو سيجيبكم يقول لك شيء ذاته أن المعارضة أيضا فيها كل التشكيلات. إيه تمام تمام. لكن هو يتحدث عن أمر شيء معين، تشكيل هيئة لإلغاء الطائفة السياسية. هذا أمر، هذا هل ترفض إلغاء الطائفة أم لا؟ لا 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 لا، أنا لا أقبل أن يقرن هذا الأمر بذاك الأمر. لا 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 على الإطلاق. أنا بقول هيك، ما يزيد علينا الرئيس بري بموضوع إلغاء الطائفية السياسية. هذا الأمر رجع لنا كلنا سوا كفرقاء سياسيين، بس نلاقي الوقت المناسب. إذا هو لقى الوقت المناسب هلا الرئيس بري يشكلها هو، بس نحن مش ملاقيين الوقت هلا مناسب، لأنه في أخطار عديدة تحتق بلبنان، لأنه عندنا أولويات أخرى، ولأنه ملاقيين كل الظرف والمناخ ليس ملائما. هلا هو الرئيس بري يشكلها هو. أي ظرف غير ملائم؟ ما هو الظرف غير الملائم؟ يا سيدي سنة 2010 يعني منتظر أحداث كتير كبيرة بالمنطقة، ممكن أن تنعكس سلبا على لبنان وتؤدي يمكن إلى تدمير لبنان. طيب من جهة تانية، هل المناخ الحالي في لبنان ومن وراء تصرفات يعني كتار من القياديين بفضل ما أذكرهم بالوقت الحاضر، هل هو المناخ الملائم يعني لتشكيل الهيئة الوطنية للإعداد؟ حتى حلفاء الرئيس بري بالذات كانوا ضد هذا الطرح، انه الرئيس بري يطرح هذا الطرح من قبيل المزايده السياسيه لا اكثر ولا اقل، لانه اللي بده يطرح الطرح بده يكون مؤمن اكثريه ماشي بهالطرح. هل عند الرئيس بري اكثريه للسير قدما بتشكيل هيئه وطنيه؟ كلا. وليش بعده عم بيطرحه؟ شكرا لك دكتور سمير جعجع رئيس الهيئه التنفيذيه للقوات اللبنانيه. اليكم الخط في الدوحه. يعود إلينا الخط غسان لننهي جولتنا الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم، وهذا تذكير بأهم الأمور. قتلى وجرحى بثلاثة